طيب كفاره اخرى لعمل لذنب اخر كلمه التوحيد لا اله الا الله هتنفع دائما لكن <applause> ورد لذنب معين انك تقول لا اله الا الله ما هو الحلف بغير الله لو واحد قال وحياة أبي وراس أبي وحياة أولادي والأمانة والكعبة والنبي والنبي وال وال والحسين والبدوي ويعني حلف اي اي حلف بغير الله <applause> ايش الحل قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك طيب والآن هذا يعني سواء كان كفر أكبر أو أصغر على حسب اعتقاد الحالف بغير الله بعضهم يحلف بالأولياء وبعضهم يحلف آه ماذا يفعل قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزة لأنه كانوا متعودين عليها طالعين من جاهلية دخلوا في الإسلام ولا زال اللسان فيه من آثار الجاهلية ما بصلوا عليه فيها سنوات قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله إذن هذه هذه كفارتها يعني هذه كفارة خاصة لهذا الذنب المعين قال ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق <applause> رواه البخاري ومسلم يعني لو انت قلت مثلا لصاحبك تتحدى انه هذا كذا قال تحدى قال من كم من كم قال من مية يعني نتحدى واذا طلع كذا اذا طلع كلامي صار اذا صار كلامي تدفع لي مية واذا صار كلامك ادفع لك مية هذا مقامرة قمار قال: ومن قال لصاحبه: "تعال اقامرك فليتصدق". يعني تعال نلعب قمار، تعال نلعب قمار، او يعني دخلوا في التحديات بالفلوس، او مقامرات على فوز النادي، نشوف مين يفوز النادي الفلاني ولا الخيل الفلاني ادفع لك وتدفع لي المراهنات المراهنات المقامرات الميسر معروف ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق رواه البخاري ومسلم إذا إذا واحد حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله ومن دعا إلى المقامرة أو وافق ناس في قمار فليتصدق طبعا لو أخذ مالا بالباطل حراما هذا مفروغ منه يعني وزيادة على ذلك يتصدق طيب